هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد إلى حضراتكم انطلاقة أشواط صباحي هذا اليوم في ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. وبعد الانتهاء من الأشواط المفتوحة انتقلتنا إلى أول الأشواط الإنتاج والمنتجين، وهو الثالث عشر في أشواط صباحي هذا اليوم، يحمل لبكار الحقائق ويحمل شعارات وأسماء عملاقة وجميلة. أبحر في عبق في عمق الميدان مع دانات الأصالة وأشوف بمفتاح هناك مع هذه النوعية الجميلة محبوبة علي بن راشد بمفتاح الشامسي تسيطر على مقدمة الشوط، ولكن جبار سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة تتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث علاج لسالم بن محمد بن هويد الكتبي. المركز الرابع بن بروك الحميري يقدم لنا الصائلة خالد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الخامس وهذه مرضية في المركز الخامس سيف بن سالم النايلي الشامسي تتقدم على المركز الخامس. المركز السادس في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق وصلت بلقيس في المركز السادس، بلقيس لحمد بن راشد بن حمد بن غدير تتقدم بينما ياتي الواثق بهذا الاندفاع. المركز السابع الشاعر بن مصلح ياتي في المركز السابع مع شهب، بينما المركز الثامن ساير الجمري. خلنا نشوف العشر المراكز. المركز الثامن هذه الشاهينية تعود ملكية السيب بن سعيد بن محمد النعيمي. المركز التاسع والعاشرة هذه العاشرة اللي هي الكايدة لمحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليب. هذه النتيجة للعشر المراكز في أول أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا الانطلاق. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم مع بن مفتاح على المركز الأول. وحبوبة يا حبوبة بنوعها الجميل بنوعها الرائع الانتاج من النخلي، وعندك يا بن مفتاح هذه النوعية بوس نامين نوعية النخلي الجميلة وانتاج بن مفتاح في هذا الانطلاق والاندفاع. محبوبة في المركز الأول. علي بن راشد بن مفتاح الشامسي تتقدم بالمركز الأول وتسيطر. المركز الثاني جبارة سعيد بن أحمد بن حلوة. المركز الثالث الجماعة غادمون علاج سالم بن محمد بن هويدن، ولكن شوف الشاهينية سيف بن سعيد بن محمد النعيمي راح النعيمي بالمركز الأول بأداها شكلها وأداها جميل تندفع بالمركز الأول. غيرت وبدلت سلالة شاهينية عريقة جميلة. هنيالك يا النعيمي سيف بن سعيد بن محمد النعيمي. السلامات عناوية صباحية في أول أشواط الإنتاج والمنتجين. لا تحركها يا أخوي، خلاص 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 انفردت بالمركز الأول. لا تحركها ولا تسوقي، وين تبام أرباع هاريت انفردت بالمركز الأول. انطلقت بالمقدمة بهذا المسار الشاهينية سيف بن سعيد بن محمد النعيمي يعلن الفوز. سلام العين سلام على هذا الفوز والناموس. بينما المركز الثاني جبارة لسعيد بن أحمد بن حلوة. المركز الثالث وصلت فيه اللي هي الكايدة لمحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبة. المركز الرابع اعطوني رقمها الرابعة، رقم خمسة علاج لسالم بن محمد بن هويد الكتبي. والمركز الخامس هذه من وصلت في بلغيس لحمدان بن حمد بن راشد بن غدير. هكذا النتيجة. عودي إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام في أول أشواط الإنتاج والمنتجين. وهذه الشاهينية حظى به النعيمي توقيتها في 3 كيلومترات بنشوفها على شاشة التلفزيون مشاهدينا الأعزاء. و4 دقائق 27 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا نزفها والناموس
سيف سعيد بن محمد النعيمي في هذا الانطلاق. هناك المركز الثاني 4:30 بالوفاة والتمام اللي حظت بالمركز الثاني في الأمتار الأخيرة الجايدة محمد بن عبد الله بن علي أبو هليبة أتت في المركز الثاني، بينما المركز الثالث 4:30 جزء واحد من الثانية اللي وصلت في المركز الثالث جبارة لسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. هكذا تهانينا والناموس للجميع. Thank you.